كنهيمنوا على العمل. اولا باش تكونوا تعرفوا بان تقريبا جل الاختصاصات والتفويضات اللي يمكن لها تمنح منحه لجميع الاعضاء المكتب. انا التفويض اللي بقى عندي ما هو ما الذي لا يوفر كالتسيير الاداري والميزانيه، لان الامير بالصرف ورئيس المجلس زائد التعمير جزء من التعمير. اما فيما يخص كل الاختصاصات الاخيره كامله موفيه عن طريق التفويض، يعني اللي بغى يشتغل عنده المجال كامل فين يشتغل. ثانيا غائب على المدينه كما كيعرفوا الاخوان هنا الموظفين ولا هذا، راه بعض الاحيان كنبقاو هنا من الصباح الى 10 الليل. ثالثا بالنسبه للهيمنه ديال الموظفين، كنظن الموظفين هادو كيعملوا الشغل ديالهم كرؤساء الاقسام اللي هما عندهم تعيينات واحد الظاهر من وزاره الداخليه، كيعملوا الشغل ديالهم هما عندهم اختصاصات ديالهم كذلك كرؤساء الاقسام فيما يخص تدبير القسم ديالهم على مجموعه من المصالح بالتشاور مع رئيس المجلس. ما كنشوف انا حتى شي ضغط، هما عندهم واحد التفويض وكيمارسوا بكل حريه. الضغط هو كيكون عاطين شي حاجه كتقول له واحد الحاجه بحقه يعملها كتقول له ما يديرهاش. اذا يمكن هذا الشيء تسقسي هاد جوج النواب اللي قلتي واش كيتمارس عليهم شي ضغط من عندي ولا لا؟ ربما